السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان اخوات الاصدقاء الاعزاء اينما كنتم داخل وخارج الوطن الحبيب اللي اختكم علينا بارك الله فيكم من وجده حتى للصويره ومن طنجه حتى للقويره وجميع بقاع الكره الارضيه. كنصور لكم بلا ديك اللعيبه بلا داك لابارايد ديال خفيف خفيف باش نقول لكم خفيف ظريف. اليوم كما كتشاهدوا الساحه ديال باب الحد كما كتشاهدوها دخلوا لها النظافه النهائيه، مشات لنا دابارتي من الهم الليره صافي رجلوها تصبحوا وحيدوا دوك الزبولات ديالهم وداك الوسخات وداك الشيء اللي كانوا داك الكرتون وكل شيء. وتحيه من هذا المنبر للصديق والاخ رضوان والناس المشرفين والسي سعيد والناس المشرفين على الاداره والتسيير ديال هذه المحطه. هانتوما اخواني اخوي كان عندنا فيديو اليوم اخوان والاخوات، عندنا فيديو اليوم غادي يكون فيه غادي نهضروا لكم فيه على النظافه ديال هاد الجلاله بهذا السلام. السلام هو علاش داروا هنايا، غنهضروا لكم على هاد لابارتي وهادوك الماكن فين خدموا بهم واش داروا بهم، ونهضروا لكم على واحد الحوايجات اخرين من اللي ديال البيت التقني، وهاي الامور كلها هي غاديه، ونهضروا لكم على اي حاجه اللي مازال ما بانتش لكم. كان من المحتمل اليوم باش غادي يبداو باغي يبداو لينا زفت ساعه تأجلات الظروف غير معروفه، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم بدايه الاسبوع المقبل غادي يكون عندنا التسفات ديالنا ويكون عندنا الامورات ديالنا. حاجه واحده واحد الرساله لهاد الناس اللي كيستاسيونيو لينا لي فوتير ديالهم في هذيك لابارتي اللي ملي اخوان والاخوات اللي عنده شي سياره ابتداء من الاسبوع المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم غيبدا لينا التسفات، وغادي نبغيو تما دوك القنت يكونوا في النخاوي. شكرا لتفاهمكم، شكرا لكم اللي خدمتكم علينا، بارك الله فيكم واحد واحد كما كنتو داخل وخارج الوطن الحبيب، وهم ليكيب تكنيك الفريق التقني كامل وحاضر معنا ناظر معنا. اذا انتظروا هذا الفيديو راه غادي ننشروا لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وانتم ولينا نديروا هذه الفيديوهات صغار خفاف ظراف، وحيت الناس اللي كيدخلوا وكيقطعوا لنا كيحرقوا لنا المراحل، باش حنا نحرقوا المراحل ولينا حنا نحرقوا المحرق قبل ما يحرقوا المراحل. والله يهدي ما خلقوها حنا غاديين، الله يسر على الجميع، وشكرا بكم مرحبا بكم. وهذا الشيء اللي كاين، كاين عندنا البيت التقني نهضروا عليه، كاين عندنا هاد لي ماشين اللي كانوا خدامين بهم هنا وخدامين بهم في هاد لابارتي وهاد لابارتي، وكاين هاد البلاصه ها هي اللي تعاودت عاوتاني نشوفوا على شويه غاديه، وكاين عندنا نهضروا لكم على هاد الجلابه وهاد السلام والناس صحاب النظافه وهاديك لابارتي اللي من لهي وهاد لابارتي منها. اذا دمتم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه. اخواني اخواتي مرحبا بكم كاملين 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 كاملين، والله يسر على كل مؤمن والله يسر. صديقي اجي نشرب القهوه ديالنا ونتحتوا شويه على هاد القنش. شكرا اخواني اخواتي، الله يسر الجميع، مرحبا بكم جميعا والى اللقاء، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله. ها هو كما كتشوفوا وها هو معنا السي برامي، واحد من هاد الساكنه ديال هاد الحي، وعاش واحد الحقبه من هنايا مني كانوا مازال الحلاقي ومني كان مازال الستيام ومني كانت المدنه. غادي يعاود لينا واحد النبذه موجزه غيعاودها لي انا شخصيا، وانا غنعاودها لكم نتوما وغنبعث لكم الرساله. تحيه خالصه للسي الرامي، واجي نشربوا القهوه ديالنا وهانتوما اخواني اخواتي، ومرحبا بكم، وكاين التباعد وكاين كل ما هي حاجه. شكرا لكم جزيلا، ولا للتواضع التواضع، ولكن التواضع التواضع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.